أهلا وسهلا، هذا عودة من جديد مشاهدينا لبداية مشوارنا الصباحي. 15/2 الليلة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وبالتأكيد يعني اهتمامنا كشخصيات إنسانية وقناة النيل الأزرق، حبينا أنه نسلط الضوء من خلال الفنان أحمد الجوهرة على هذا اليوم لأنه مهتم بهذا الجانب بشكل كبير جدا. صباح الخير أستاذ أحمد. ألو، اهلا وسهلا. محمود هذا عليكم ان شاء الله. استاذ الجود الله يكرمك، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. والله يكرمك جميل الحمد لله، طالما نحن معافين والحمد لله من غيرنا يعني نحمد الله على هذه النعمه. الله يكرمك. أهم فئة طبعا مجتمعية فئة الأطفال، وخصوصا أطفال السرطان، ربنا يديهم الصحة العافية. اهتمامك من فترة طويلة بهذه الفئة وخصوصا في اليوم العالمي لسرطان الأطفال. والله حقيقة ده يعني واجب، يعني واجبنا نحن طبعا كرة المجتمع. يعني زي ما حتى نحن ندعم وكذا ونمسكوا ونجيب الحاجات ونلعب ونطلعهم ونطلعهم من الجو، يعني زي يكون الجسم بتاع الكبار يلعب بالعافية بتاعت الصغير، يعني انت ألام. نعم، لكن احنا تعبنا ولا جزء بسيط من تعبهم. المشاركين معك في هذا اليوم، انا عارفه انه انت يعني عندك احتفال كبير خلال نهار اليوم بمشيئه الرحمن. والله بفضل الله يعني صراحه يعني ظروف الناس طبعا معروف الظروف اللي حاولنا عشان نشوف رعايه المساهمه يعني الناس كثير تعذبت. فضلنا تواصلنا مع المستشار السيد رئيس الوزراء الاول الدوهان، والحمد لله يعني في جامعه عندي حاجه واجب علينا يعني في حاجه ثانيه يعني تكون معاهم، الحمد لله يعني وصلنا للحاجه دي بفضل الله. نشكرهم يعني نشكر كثير السيد الكبير سيد البرهان ومكتبه يعني يستلموا هذه الدعوه. طيب انا عارفه انه برضه خلال السنه برضه في مجهودات كثيره بغض النظر عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال، خلال السنة أكثر الأمور اللي أنتم بتهتموا بها يعني للأطفال أنهم ذاتهم متساويين مع الأطفال الأصحاء. نعم. هيشنو؟ وريني. نحن حقيقة أولا يعني نعرف أن نحن نشتغل بحاجات كثيرة، يعني نشتغل مع المسنين ومع الأيتام. الصغيرة. السرطان وبرضه أماكن هنا برضه طبعا مبادرات إنه ناس يعني عليانين، كنا طبعا بالذات يعني من المجتمع يعني الإقامات فايزة عبد المنيب، الحاج فاتح الدفاع رحمة الله عليه، الأستاذ الغام محمد الزبيب، أنا أي زول يعمل لنا من كل حاجة والله ما يكونش مستعدين لأنه هو خدمة كثير في المجتمع. نعم. كنا زولوا بالقاضي يعني الناس اللي بتيجي تعرف يعني ما في والناس بتجيب مع بعض وهي دول استهدافنا رغم الظروف دي بدنا نعمل كثير والله العظيم مع بعض. احمد الليلة الاحتفال يعني ممكن الدعوة عامة للجميع ولا بس انتم مخصصين لفئات مجتمعية معينة نجوم مجتمع؟ لا والله العظيم احنا دائما حاجات نحن وبنت مفتوحة للجميع. لأن الرومان كانت مفتوحة مع ناس ما حد جميلة. صحيح. كل الناس معانا. الاحتفال وين؟ الاحتفال هو في صالة تفتي يعني مصاب الأبناء الجنائية أو في مستشفى قطاع الرياض العائلي المصابي. الاحتفال إن شاء الله في الساعة طبعا العميد على الدم يعني يزور يعني إنه كان وضع الدم الناس شباب الدم الحين يتواصلوا وضع الدم للأطفال السرطان. بعد ذلك يعني مثل برنامج التطهير للأطفال يعني صار السرطان يقول طبعا اللعبات مخصوصه حسب اللعبات اللي عاد نحن جايبينها من عمر السنتين لحد 16. نعم. لان السنتين الاغاني اذا جبت السرطان لو طبيت والله العظيم انا كده حيقعدوا انا في السلاح ولا يلعبوا مو بنقعد مو عندهم جلسات او عيادات كانوا يرجعوا يعني ما عاد شديد والله العظيم. ربنا ان شاء الله يعظم اجرك، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الفنان احمد الجوهره تحدث عن اليوم العالمي لسرطان الاطفال والاحتفال المقام ان شاء الله ظهر الاربعاء. مشاهدينا الكرام، ربنا يديكم كلكم الصحه والعافيه وما تشوفوا مكروه في اي شخص عزيز ولا حبيب عليكم، خليكم معنا.